كنسكنوا في اقامه سميتها اقامه المنهره، جوج اقامه كتشكل اقامه مسدوده عند الابواب من هنا ومن لهيه، فيها 9 ديال العمارات لداخل، كل عماره فيها 25 عائله يعني 25 ابارتمون، وكتقابل معنا في الجهه الاخرى اقامه ملك اللي فيها 5 ديال الاقامات، 5 العمارات، اقامه ملك فيها 5 العمارات، كل عماره فيها تقريبا اكثر من 10 ديال 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 لي ابارتمون. كنعانيو تقريبا لمده هذه 14 سنه باش تبنى هذا المشروع هذا، وحنا كنعانيو من هذا الشنطي اللي قدامنا فيه تروطوار من هذه الجهه وتروطوار من الجهه الاخرى، والشنطي فيه تقريبا 150 متر ما مصيبش، يعني كنعانيو من التراب، تنعانيو فيه من العقرب، تنعانيو من الحنش، وحتى فوق التروطوار امام المحلات التجاريه ما مصوبش الجليج. والان سرينا وعينا كنطلبوا من المسؤولين من الجماعه الحضريه من مجلس المدينه باش يشوفوا فينا يخلصونا من هذه المأساة اللي تنعانيو منها. التروطوار حتى فوق التروطوار الجليج ما كاينش، ما كاينش جليج، مني كتصب الشتاء كينوض الربيع وكينوض الشوك، مني كيصل الصيف تيولي ذاك الشوك تيولي كامل بشوك احمر فوق التروطوار، انتوما غتشوفوا ذاك الشيء كامل، يعني فوق التروطوار كاين الشوك وكاين قدام المحلات التجاريه، المحلات التجاريه مبيوعه، السيارات ديال الناس مني كتحط هنا كلها كتولي عامره، اللي دار شي كاميو ولا سميتو لان شانطي هذا كيدوز منه الكاميوات كيدوزوا منه السيارات، مني كيدوز شي كاميو ولا شي سياره يعني ذاك التراب كله كيتهز ويتلاعب السيارات ديال الناس اللي واقفين. المشكل كيعانيو منه الساكنه كامله، انا ما كنتكلمش كشخص، كنتكلم كمجموعه كواحد من الساكنه، كنتكلم باسم الساكنه، لان ما يمكن الساكنه كلهم غادي نجيبهم 250 عائله اللي كتواجد في هذه الاقامه هذه، وتقريبا اكثر من 60 عائله اللي كتواجد في اقامه ملاك، ما يمكنش كلهم غادي يجيو يدويو. يعني احنا كنتكلموا الان باسم هاد الناس هادو، كنطلبوا من المسؤولين، الجماعه الحضريه دازت عده انتخابات ودازت وكيجيو يجيو عندنا وما كيدوزوا فوق هاد التراب هذا وما ما كتسوقوش لينا. كنطلبوا من الجماعه الحضريه ومن المسؤولين مجلس المدينه الله يجازيهم بخير يجيو يشوفوا فينا ويصلحوا لنا هاد الشيء هذا. لا ما عمرنا راسلناهم، لان احنا كنتسناو من عندهم، لان 14 عام ما كنتسناكش انني نراسلك، ماشي 6 شهور ولا 5 شهور ولا عام باش غنتسناني نراسلك، هاد المعاناه راه 14 عام باش تبنى هاد الاقامه هذه، يعني 14 عام حنا سالينا المراسلات دابا. والان ولو انني عيطت للاذاعات وكندير هاد النداء هذا، راه الان انا كندير مراسلات، انا درت رساله شكايه مرفوقه بالصور وبامضاء الساكنه للقائد الملحقه الاداريه حي نسيم، ومازال غادي ندير نسخ اخرى فيها امضاء الساكنه وفيها الصور وفيها شكايه للجماعه الحضريه والمجلس المدينه، وغادي نطرق جميع الابواب ان شاء الله. وحنا هادشي ما 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 كما قلت لك راه ماشي ما خصناش نراسلوهم، راه 14 عام، راه المراسله كتكون في 6 شهور، 14 عام راه ما كاينش المراسله، 14 عام راه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا من الساكنه ديال المناره جوج ومتضرره كجميع الساكنه، اللي كنطلبوا وكنستعطفوا رئيس الجماعه وكنحتارمو وكنقدروه يشوف من يشوف في منحنا من هاد الشارع اللي كله مهمش كله غيس كله بيسا، ما كان ولا سيما في فصل الشتاء الا بغينا نقضيو الحاجيات ديالنا كنلقاو صعوبه مكرفصين. الساكنه عرفتي انا اللي كنهضر معاك، شريت مؤخرا 10000 درهم للمتر كاري باش شريت، انا اللي كنهضر حاليا، وملي كنخرج كيحسب لي راسي بحال ساكنه في شي منطقه عشوائيه مهمشه. احنا ما تنطلبوا من سعاده الرئيس الله يجازيه بخير تكون واحد الالتفاته انسانيه، احنا كمواطنين وانت هو كمواطن، احنا كمغاربه يكون عطوف معانا، هذا هو المطلوب ديالنا، ما طلبنا حتى شي حاجه من غير هذا الشيء، يصوب لنا هاد 150 متر تكون معبده صافي، طلبنا تكون فيها كودرون صافي، هادشي اللي كنطلبوا من سعادة الرئيس الله يجازيه بخير والله يكمل سيرفيسو على خير وبخير.